أهلا وسهلا. الكتاب النكاح، وانكحوا ما طاب لكم. المقدمة هي الصدمة. النكاح كلمة، لماذا كلمة جنس حتى لو بالهمس تزعج الناس؟ لأنها محظورة ومحرمة منذ بداية التحليل والتحريم والتحكيم. حكم على ابن آدم الزنا بحواسنا وبحياتنا وحتى بعد مماتنا، وهذا بفضل الجهل يا أم الجهل. قيل لنا ولا يزال القول في القوم يقول بأن الجنس خطيئة مميتة وعظيمة وأصلية، لذلك وضعت ورقة التوت على آدم وحواء، ولا نزال حتى اليوم بلا حياة ولا حياة، نعيش الكبت والفلت بسبب ورقة التوت. والحق وكل الحق طبعا على ورقة التوت، أطفى الملاك بن العريشي ووضعها على عورة الرجل، والمرأة للسترة من الرزيل المميتة، ولا نزال في هذه الزل والزلزال الجنسي إلى يومنا هذا، من الكبت إلى الفلت يا مسيرة هذه الخطيئة الأصلية. حسب فهمي وإدراكي، الجنس هو الطاقة التي تولد الحياة. هيدي أول طاقة، هيدي أول خطوة، هيدي طاقة من نور ما احترمناها، إجا الشيطان عمل فينا هيك. الشر هن المافيا، رجال الدين والسياسيين، وبناء خاص رجال الدين وقت اللي بيتحكموا فينا بالعلم يلي هن كمان ضحية الجهل فيه. هذه النعمة هي أمانة ومسؤولية في قلب السائل والحامل لهذه الأمانة. هذه الطاقة هي مفتاح السر الساكن في جميع المخلوقات، إنها باب إلى الفضيلة أو إلى الرزيلة، ولك الخيار أيها المختار. من الجنس إلى قمة الوعي، أو من الجنس إلى قمة الوعاء، أنت شو بدك؟ بدك تكون وعي أو وعي أو عية؟ هل أنت جسد، ساجد، سكن، ساكن؟ من أنت أيها القارئ وأيها السامع؟ ما الفرق بين الأواني والمعاني؟ هذه الحقيقة ساكنة في سكينة الساكن، وعليك أنت أن تتعرف على هذه المعرفة. أنت صاحب المعرفة، وعرف لمن عرف أنه لا يعرف. عرف مشوني بيروح الجسد بيطوف وروح بينتح وبيجي وهونيك، وبعدين عرفه ولعيت لك بعرفه. اجى لعندي وصح من سرطان بالكبد، لا قال شكرا لا ماديا ولا معنويا، ولا ماديا من قلبك ولا ماديا من اخلاقك ولا شيء عندك، كله حرام بحرام. عشان هيك الله قال لي هول العرب ما راح يقدروكي، مالهم حرام، تركيون. بضل في شي واحد اثنين ثلاثه بالمليون. نعم، اهلا وسهلا فيكم. نعم، هذه الحقيقة ساكنة في سكينة الساكن، وعليك أنت أن تتعرف على هذه المعرفة. قديما لم نعرف معنى الرعد والبرق، وكانت هذه الظاهرة تقتل الإنسان، والآن أصبحت الكهرباء خادمة لنا، بتكهربنا. وكذلك الجنس هو الرعد الجسدي، وحياة كهربائية تولد الأجساد والعباد إلى الله. المبدأ الأساسي هو احترام هذا المقام، لا تدين ولا تحكم، بل احترم كل النعم الساكنة في سر الساكن. هذا الكائن هو خليفة الله على الأرض، وحامل أسرار المفتاح حتى تتصل بالفتاح وتتعرف على نفسك، ومن عرف نفسه عرف ربه. علينا أن نقبل الجنس كطاعة طبيعية مثل النوم والطعام وكسائر معطيات الطبيعة. علاوة على ذلك، إذا اجتمع الجنس مع التأمل وكان فعل صلاة وصلة بالأصول، وصلنا إلى الغاية المنشودة والمعبودة، إلى البراءة والحكمة والحياة الأبدية. هذه الولادة الجديدة، الولادة من الروح القدس. وقالت لم يمسسني بشر، نعم لم يمسسني بشر، يعني ما كان جسد مع جسد، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. نور من نور، إله من إله، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوهر. هاي كلمات بيرددها الخوري ونسمعها نحن هيك، وبكون بيننا بالفستان
بالبدلة وبالعرس وشبه ناكل هلأ وأي قالب جاتو وشو. قال له لا، شو أحلى وحدة أحلى طعم دقتها بحياتك وبعد عم بتمرمرك. قال له قالب جاتو العرس تبعي. نعم يا حبيبي، الجنس من غير تأمل بيولد أعداد من السكان. نعم، ولكن الإنسان ليس عددا وله مستهلك ولا مواطن أو ناخب. أنت مسيح آخر وخليفة الله وسره تسير في أسراري. لا تحدد وجودك بعدد ما أو بعمل ما، بل وجودك أبعد من أي جسد وأي بعد وأي حد. نعم، إن كل عمل عبادة، والعبادة لا بتحلل ولا بتحرم، لا بتحكم ولا بترجو، بتحترم وبتحتشم كل مقال وكل مقام. قيل لنا بأن الجنس من المحرمات، من هو الذي يقول هذا القول؟ لا تصدق إلا قلبك، استفتي قلبك ولو أفتو. هل أستطيع أن أصلي وأنا أدخن؟ نعم. هل أستطيع أن أدخن وأنا أصلي؟ كلا. هذا هو جواب القلب، إن كل عمل تعمله عبادة. من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله، هيدي الصلاة وهي الصلة والتواصل. لا بدي شريعة ولا طريقة ولا أي دين، لا دينك بدي عيني ولا دينك بدي فيه للدين ولا ديني، شو بدي فيهم كلهم؟ صاروا عبادة ومش عبادة، تجارة. هيدا بيبني مسجد بكذا مليار، وهيدا كنيسة بكذا مليون ومليار. شو في مجاعة عند المسيحيين والمسلمين وكل الناس. مساجدنا عامرة في البنيان وبتعرفوا لا فيها إنسان ولا فيها ميزان. فإذا كل واحد منا يرجع هو الكتاب بين إيديك، تقعد تقرأ الكلمات وما بين الكلمات، فوت بالنفوس مش بس بالنصوص. إن كلمة جنس ملفتة للنظر وحائزة على جائزة الانتباه من معظم رجال الدين الذين يحرمون ويحللون على هواه، وهم أيضا ضحية الضحية، وكما تكون يولى عليكم. يا حبيب قلبي، وين ما أريد في الواقع، إن كلمة خطيئة تعني الضلال، أي الضالين، أي الذي نسي. إنه كثير النسيان، والإنسان ينسى ويتذكر وتنفعنا الذكر. كلنا من الضالين، منقول له لا تعملنا من الضالين وضالين. أعطانا النور وقاعدين بالعتمة، أعطانا الحقيقة وقاعدين بالكذب، هو أعطانا شر وخير وقاعدين بالشر. إلا عبادك الصالحين، غرق أو كتير. بس مين سيد؟ أنت السيد يا عبد، يا عابد، عبد الدرهم والدولار والدينار. سأل حالك شو عايز؟ تقعد بنشوة مثل هاي، بدك تقوم تاكل وتشرب مثل الأطفال عم بيلعب بس مبسوط. نحن شفرنا أطفالنا ضحية، وهن ضحيتنا، ونحن ضحية أهلنا. خلص الحقيقة تجب كل هالكذب. احترم هالجسد بكل ما فيه ومن فيه وعليه. هيدي هدية من الله لجسدك، عليك حق، أعطاك أنت السلطة لجسدك. العلم ما فيه عرف هالجسد، ولا أنت ولا أنا، مهما كان عنا علم، بس على القليلة بتبلش أنت وتبلش تشوفني إنه هيدي انطفي وأنا طشة لحي. طبعا كلمة جنس، حدا بيقول لك جنس نكاح، بتهيج العالم بنوع خاص، العالم المكبوت. فإذا بدنا نطلع من هالكبت يا أخوتي، وما حدا في غيرك، أنت احترام، كلمة احترام ورحمة. نحترم هالجنس، نحترم هالطاقة. إذا أول خطوة برحلتنا غلط، كله غلط. تتذكروا الحية؟ قال اقعدي على كعب الدرج، مين ما أجا بتطلع معه، بس يوقف ترجع بتنزل. سأله وقال له لا، مين وصل لفوق؟ قالت لهم ما بعرف، في بس أنا ما قدرت أوصل معه. في ناس وصلوا بس هي ما قدرت. ليلة كتير، لأنه ما بقى فيه وما في نهاية.
سلم الحياة لا بداية ولا نهاية. وفي البدء كانت الكلمة، شو كان في قبل البدء؟ شو كان في قبل لا إله إلا الله؟ شو كان في قبل محمد وإبراهيم وكل هالبشر وكل هالوجود؟ كان في السر الإلهي موجود، ما إله علم، ما إله فهم، ما إله إلا رضا وتسليم، نهاية العلم والتعليم. بس بدي خطوة صغيرة أعرف إنه ما بعرف، إنه الحقيقة سر أكبر من أي سر بعرفه، سر الأسرار، ولا يقال وقت اللي بتوصل بصير في دهشة، بتصير مجنون، بتصير عاشق. ما بيعود عندك جسد مثل الحلاج، وهيك كل مستنير، كلنا نور من نور خالق السماوات والأرض والعوالم كلها والأسرار. فإذا ما نضيع وقتنا، بدنا نعرف، لازم نعرف. هيدي برامج تلفزيونية بس، شاشات وهشاشة. اللي جسدك عليك حق، نحترم هالجسد، كل خطوة بتجيب تاني خطوة، ومن الخطوة إلى الجلوة في تجلي إلهي فيك وفيي وبكل هالطبيعة. خلقت الخلق لأعرف. فإذا وقت قال وانكحوا ما طابا، بدنا نفهمها، مش وانكحوا بس، شو هالاحترام، شو هاللطف. هيدا غرفة النوم محراب، ما لازم يكون في مرايات بغرفة النوم. إذا بتحط مراية على جنب، أنت بتشوف اللي فايت لعندك، بس هو ما بيشوفك. أنت بتشوف الأولاد، بس هني ما بيشوفوا الماما والبابا. أنت بتشوف حسيتها واعتصتها من القلب، مش أنت. أمر هاي إجيت، أول عطسة الحمد لله، تاني يشفيك الله، تالتة يرحمك الله. معناته أنا مريضة، بالتاني بدي انتبه، التالتة عنده رحمة. فإذا بدي أرحم، عم بحكيني كل لحظة، بس يوقعني بحكيني، بس يعطيني بحكيني، بس يحط لي سم بحكيني، على طول على طول على طول. هيدا التواصل. بشكركم، لو ما يكون ما عم بحكي، وبس احكي بسمع الصمت والسكينة، كيف عم بحكيني وبيقول لي بس يا ريت فيني عبر عن كل نعمة بيعطينا إياها. عنا تعبير بلش خفيف مع الأشي وسخيف، مع الوقت هو بيطلع لا إله إلا، بيطلعوا الحجار، يلا يلا واتراب الواحد، بعدين الفيض الإلهي، إنه الله ما إنه فوق، لحو فينا بطاقة الصعود. كل لحظة منقضيها سوا يا أخوتي فيها حضرة، مثل الأم وطفلة، هي حضرة. بيكون عم بيرضع من أمه، بيجي بيو بحكيها، بترد عليه بفلت البز وبصير لا 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 لا، هلأ أنت معي ولا إلي. شوفوا هالنعمة، شوفوا هالسر وهالإشارة وهالبشارة. من وين؟ هو عطاك النطفة استلمتيها، أنت بتحبيه أكثر. كل واحد بس يترك جسمه ويموت، فلان ابن فلانة، لأن هي طاقة صعود. بالبرازيل بتسب له بيو، ما برد، بس تسب له أمه. قال في واحد، بنختمها في هالنكتة، إجا قال له للمدير تبعه، قال له ميت بيي بدي روح على الدفن. بعد جمعتين ثلاثة نسي شو قال، قال له في جنيز لبيي بدي روح على الدفن. بعده
على المد قال له مات بي بعد ما رأك الله هذاك قال له بدي روح على الدفن مات بي بعدين ماتت أمي بعد بعد كم يوم إجا قال له مات أمي قال له أقعد ها مات 20 بي عندك بفهم بس عندك أم وحدة إذا صدقت الوالدة بيقولوا يمكن هيدا بيو إذا صدقت اسمي ما بتعرف حتى لو ما بعرف إلا هالرجال ابن زينة بيكون ولدي لأني ماني معه أنا ومعه نايمة هو بفوق الطريقة المسيحية كريستيان بوزيشن بكون عم بقول أنت بدي أطرش السقف ماني معه جسديا شقفة لحمي عم بيخدم ما في تجاوب وتجانس وتواصل نعم هيدا زواج بس arranged marriage تدبير دبروا بعضهم هالأم مع الأم وهالبي مع هالبي يلا منجوز أولادنا وهيك إجوا أحفادنا وهيدا اللي وقعنا بالجورة